أهل طماطم الغلابة الشقيانين التعبانين، ربنا ابتلانا بالغولة، بس هنعمل إيه؟ مستحملين ومفوضين أمرنا لله، لكن فيه ملاعين عايشين في وسطينا. والملاعين دول هيكونوا السبب في غضب ربنا علينا، أمناهم على أعراضنا وأعراض حارمنا وخانوا الأمانة. مش هينفع نسكت، ولا ينفع الملعون ده يفضل في وسطينا. احنا مش ناقصين غضب من ربنا، ولابد من حساب عسير، حساب على ايدي المولى في الآخرة، والحساب التاني في الدنيا على دين اللي نقص في أعراضهم. المؤردي بيستحل دم يا عرابي. أنا تعملوا معايا كده؟ أنا عرابي؟ أنت اللي عملت في نفسك كده يا مرعي. هما سبتني شهرب ليه؟ عايز تسلمني ليهم؟ تهرب أنت؟ ونكحني في وش المدفع؟ سعدون لسه قافل معايا دلوك وجاي في الطريق وشوية، وأهل البلد هيجوا كمان. وهتعملوا معايا إيه؟ ها؟ هتسلموني ليهم؟ لو سبناك لأهل البلد مش هيسيبوا في جتتك حتة سليمة وهيصفوا دمك، لكن في نفس الوقت أنا ممكن أطلعك من هنا. عايز تعيش ولا عايز تموت يا مرعي؟ موتي وحياتي بقت بإيدك أنت يا وردة. عايز أعيش، أعيش يا وردة. يبقى تنفذ اللي هقول لك عليه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.